أبو رينات، كنا نتكلم عن حملة تطوعية وجدناها ملحمة وطنية. والله وشي الحمد لله رب العالمين، أعتقد أنها فعلا ملحمة وطنية. الكل يفتخر ويعتز أنه يكون من أحد أبناء هذا الوطن. الشيء اللي شفناه اليوم حقيقة يعني شيء ما تقدر توصفه بالكلام. الحمد لله رب العالمين، جميع فئات المجتمع اليوم متواجدة في قلب الحدث. الشيء اللي كان نتمناه فعلا هو وجود الشباب العماني، واعتقد ان لبوا النداء، واخواننا واهلنا وعزوتنا في شمال الباطنة اعتقدهم هذا شيء قليل احنا ممكن نقدم لهم. اليوم الشيء اللي شفناه من خلال الصور والصور اللي نقلوها لنا اخواننا في السوشيال ميديا وفي القنوات التواصل، في الاذاعات، في القنوات، هذا الشيء اللي خلى الناس تتحمس اكثر، لانه فعلا الشيء يعني يحتاج وقفه الشباب. واليوم مثل ما شفت يمكن احنا هذه يعني فئه بسيطه من الناس اللي من جميع محافظات السلطنه تواجد. اليوم لما جينا من الشرقيه ونشوف الشارع، يعني تتكلم عن مئات او الاف السيارات. انا اتوقع اليوم المجموعه اللي موجوده هنا يعني لو ما خاب الرقم ظني فوق 100,000 شاب، لانه فعلا حاجه نحن نعتز ونفتخر فيها. الوطن ان شاء الله بقياده حضره صاحب الجلاله السلطان هيثم، احنا اعتقد ان اليوم شكلنا لحمه وطنيه كبيره. نتمنى ان كل هذه الجهود ان شاء الله تقدم لاخواننا هنا في شمال الباطنه. ومثل ما قلت لك هذا شيء قليل، يعني مهما اجوا الناس وقدموا اعتقد يكون شيء، ولكن باذن الله تعالى الحين وصلنا هذه الحمله امام نادي الخابوره، وباذن الله بننطلق ونشوف الاشياء اللي المسؤولين عن هذه الحمله ان شاء الله، ونقدر نقدم الجهد ونبذل العمل ان في تنظيف البيوت ان شاء الله وتقديم المؤن لهم. من الموقع الى الميدان مباشره، انت على راس واحده من هذه المجموعات، اتوقع محطتكم الاولى قصبيه الزعاب بالتحديد، وان شاء الله مباشره باذن الله قصبيه الزعاب باذن الله تعالى، لان الاخوان حسب كلامهم هم المنطقه فيها تاثير كبير وتحتاج عمل. ومثل ما قلت لك المهم بالنسبه لنا احنا نحن ندخل البيوت ننظفها، لان دائما العائله مقرها واطمئنانها يكون في المنزل. فاعتقد ان لو هذه الخطوه الاولى ان ننظف البيوت، ولكن الجهد يريد عمل جبار، ولكن الشباب كلهم فيهم البركه وفيهم الهمه، وان شاء الله اليوم نقدم كل ما عندنا من جهد وعمل باذن الله تعالى. يعطيكم العافيه وشكرا جزيلا. الله يعافيك يا رب. شكرا.